انتماءاتك للزمالك ببلاش؟ لا يعني انا ضد سيف، انا ضد فكره العمل التطوعي بشكل عام، وعمري في حياتي ما اخش فيها في حاجه فيها عمل تطوعي، ولا اؤمن بالعمل التطوعي. مش عشان خاطر ان شاء الله اكون بقبض 5 جنيه، ان شاء الله اكون بقبض 100 جنيه، لكن لازم النهارده البني ادم. بس انت كان زمان يعني مبداك الزمالك يناديني اروح. يعني بس كنت بشتغل بفلوس. يعني رمزيه تطوعي. ماشي رمزيه بس باخد مقابل. مفيش حاجه في العالم يا سيف اسمها عمل تطوعي، وده اللي انا نفسي ان هو يتغير في مصر مع كل الاحترام يعني. اعضاء مجلس اداره الاتحاد الانجليزي معظمهم مليونيرات وبيتقاضوا اجر، لان هو راجل بيخصص من وقته، بيخصص من بياخد من وقت عيلته عشان خاطر يدير، عشان خاطر يقعد على الترابيزه وياخد قرارات. كان عندك استعداد ان انت تروح الزمالك الفتره دي تخدم بمقابل مادي؟ ما تعرضش عليا. انا قعدت مع الناس اتكلمت معاهم. بس انت قلت لهم انا لو حاجه هاجي بمقابل مادي. قلت له بس انا يعني ما تعرضش عليا حاجه. يعني انا برضو الناس قالت ان حطت ميدو، ان ميدو معروض عليه كذا وكذا، كل الكلام ده ما حصلش. انا الناس قعدت معايا وقلت لهم يا جماعه انا شايف ان المفروض يحصل كذا وكذا وكذا. طب ممكن تسيب الاعلام وتروح؟ لا لا وما ينفعش اشتغل الاثنين. يعني انت كنتش هتروح؟ لا مش هروح اصلا. لا وقلت الكابتن حسين لبيب كده ان انا ما اقدرش اعمل الشغلانتين مع بعض، فيها كونفليكت اوف انترست. انت وانس ان انت خلاص شغال في الميديا، ما ينفعش تبقى مسؤول مباشر عن فريق في الدوري. مسؤول مباشر تبقى مشرف عام على الفريق او مدير فريق، ما ينفعش. لان انت وعلى فكره واحده من الحاجات اللي خلتني ان انا اخد قرار ان انا اسيب بيراميدز ان الموضوع ده الكونفليكت اوف انترست او يعني تضارب المصالح. يعني انت اصبحت اعلامي دلوقتي. هل ممكن ترجع مدرب تاني؟ لا طبعا. طبعا. طبعا ممكن بعد فتره، بعد سنتين، بعد انا ممكن اي حاجه. والناس يعني ممكن تقول لك انت ما بتركزش في حاجه بتاع. ايوه هو ده طبيعي. لا المهم ان انت لما تعمل حاجه ان انت تجدها. لا بس المهم تستمر فيها وتجدها. ماشي لازم تجدها. ايوه بس انت دلوقتي لازم تكمل في خط. يعني ميدو اعلامي ولا مدرب دلوقتي؟ اعلامي. وممكن بعد سنه مدرب؟ طبعا. بس مش اقل من سنه سنتين. مش اقل من سنه سنتين. على فكره انا طول ما انا شغال بيجي لي عروض تدريب. انا عارف. لان الحمد لله سيف الناس بتقول ان ميدو التدريب والكلام ده. الحمد لله 90% او 80% من اللعيبه اللي انا دربتها لما تسالهم سؤال مباشر مين احسن مدرب دربك في حياتك هيقول لك ميدو. ليه في يوم من الايام اعتذرت لحازم امام في تجربه الزمالك؟ اعتذرت له؟ انت معايا على الهواء اعتذرت له، قلت انا بعتذر لحازم امام بعد تجربه الزمالك. معايا لا. لان انا جريته يعني في وقت ظلمته معايا يعني. حازم اتظلم معايا في تجربه الزمالك الثانيه. انا كمان اتظلمت، لكن انا احب ان انا لو انا كنت مسؤول في حاجه انت اتضررت منها هطلع واعتذر لك. حتى لو انت راجل يعني كنت صاحب قرار معايا، لكن انا ظلمت حازم في التجربه لان كانت تجربه قاسيه جدا. لان احنا اولاد نادي الزمالك وجينا واشتغلنا واجتهدنا وكنا اللي الناس لازم تفتكره ان احنا لو كنا كملنا كنا ناخد الدوري. كنا ناخد الدوري. احنا جينا نادي الزمالك مسكنا 7 مباريات، كسبنا 5 ورا بعض، ماتشات كلها صعبه جدا، المصري في اسماعيليه وماتشات وام بي وماتشات كلها صعبه جدا، كسبنا 5 ورا بعض. والداخليه كانت اول هزيمه ليها كابتن علاء عبد العال، واتغلبنا ماتش الاسماعيلي وكنا بنلعب 10 طول الماتش. كوفي اتطرد، وماتش الاهلي اتغلبنا وكان عندنا اصابات ولعبنا بتشكيل اضطراري بغياب طارق حامد وغياب عمر جابر ولعيبه مهمه جدا. ولما مشينا لما تمت اقالتنا الاهلي قعد 3-4 ماتشات بيتعادل ويتغلب. لو كان ميدو وحازم امام كملوا كان ما كانش حد هيقف قدام الفرقه دي. ومفيش حد جه اشتغل مع احترامي بعد كده في السيزون ده. كان باخلاص ميدو وحازم امام او حازم امام وميدو لنادي الزمالك. لو رجع الزمن تاني كنت خدت حازم؟ مش هظلمه معايا. مش هظلمه معايا، لكن انا كنت حريص على بعض الامور اللي انا اتربيت عليها. لما قعدت مع المستشار مرتضى منصور وانا بتكلم بخصوص عقدي، كان كابتن حازم مش موجود، كان حازم مسافر، طلبت
ان لازم حازم امام يكون بياخد مرتب اكتر مني وانا اللي جبت المرتب ده لحازم لان انا عندي في الحياه في كبير وفي صغير وتربيت ان انا بالبلدي كده اللي ملوش كبير بيشتري له كبير صح. فحازم كابتني ما رضتش وعلى فكره حازم كان موافق ان هو ياخد اي رقم لكن انا اشترطت ان لازم حازم امام يبقى هو رئيس جهاز الكره. حازم هو بيعمل ديل في الفلوس يعني اسهل واحد ما تسمعش كلامه في حاجه مره والله بقول لك ايه وحد مغرقنا غيره والله مره اتفقت مع شركه يعني اعلان ديجيتال ان هو هياخد كذا وانا هاخد كذا وخلاص الراجل رئيس الايجنسي وافق يا سيف يعني مثلا سي مثلا ان 500,000 بس فانا قلت له انا وحازم كل واحد ياخد مثلا 500 والراجل وافق خلاص خدت منه تمام خليهم وكلمت حازم فلقيته بيكلمني بالليل بيقول لي يا ميدو والنبي ما ننزلها ال 400 قلت له يا ابني الراجل وافق قال لي معلش بس عشان الراجل كلمني حاسس ده كتير هو بيقول لك حاسس ده كتير انا حاسس حازم قامه كبيره وشخصيه عظيمه الحقيقه يعني واحده من الحاجات اللي انا بتشرف بيها في حياتي ان حازم امام صديقي طبعا